ولدت ربيت، هو رقد وانا صرت، هو كلا وانا جات، فهمتني؟ هو سخن وانا برت، باش نهار التالي نصيب روحي سيدي الحجاج. عيد بأي حال عدت يا عيد، كلمة تلخص وقائع حياتية لنسوة وعجائزة وجدنا أنفسهن في فضاء دخيل عن أعراف وقيم المجتمع الجزائري، عنوانه الأوحد والأبرز لفظ ترك وتخلي وتطليق، مع خلع لكل الروابط الدموية والزوجية والأخوية لنسوة احتضنتهم جدران أربعة لأمكنة حملت مسمى دور الشيخوخة. نعم، هي دور العجزة شهدت ولا تزال تعايش قصصا موقعة بآلام صنعت ندبا لحواء الأم والزوجة والأخت بفعل فاعل حول حياتهن إلى كابوس أغرق تفاصيل حاضرهم في دوامة لم ترس بعد على إجابات لاستفهامات لما حدث ويحدث مع هذا. اللي وحده واش من هذا حالته، اللي وحده وحده، أنا مش في بنتي ما وجيت الماشينة أنا قاعدة عند هذا. هل عندك أنت هنا الحجة؟ واحد العام ولا عامين قاع. عندك ولادك؟ كاينين بصح ما كاشهم، راح وحدهم. جابوكم أنا الحجة؟ لا لا، جابوني ظهرني في الماشينة وأنا قاعدة. مصابة مطليين فيك؟ جابوني لجايز، أنا قاعدة كيما أنا كيما لجايز. صح هذيك الحجة ربي يفتح، ودي هناك. إيه إن شاء الله. ربي طفلة وجبتها مولات 7 شهور وقريتها وحتى ودت الباك والبلات لبس عليها ومن بعد لعبوا بها صحابتها، بعت لي الدار فوق راسي بلا ما نجيب خبر على جال داك الشيء اللي راني هنا وجيت لنا. هما ليا ولا ما يشوفوش فيا، قالوا لي ما يشوفوش فيك دوك. انا في ظل العجزة. علاش سبتي راجل بنتي؟ جيبي كانت طفلة دوبتي في ربيتها وزوجتها وولدت الدراري، خلات أمنا عام عندها 5 سنين ماتت، هو عاود زوج داني من الدار وما في الداخل جني عيلينا، والدار مكتوب على اسمك؟ مكتوب على اسم راجلي، وبعتها لجنا اللجنة بعتها، بعد كي بعتها دار عليها، بعدها الطونوبيل، بعد دار على راسي، بعد كلش. ورغم أن تذكر واستذكار الدولة لهن في عز المناسبات الدينية والوطنية من أعياد يضفي على سنحة ملامحهن استبشارا، غير أن فرحتهن تأبى أن تنزع طيف جراح يضع عليها استذكار شريط الذكريات الحميمية لدفء العائلة في المناسبات ولمتها ملحا يزيد من توهج جراحهن، إلا أنهن مؤمنات قانطات. أنا قديمة بزاف، عندي 6 سنين هنايا. ما عنديش لالا مصابة كين؟ أنا الحمد لله، والله الحمد لله خير من الزنقة. كنت برا؟ كنت برا. نعم، هي احتفائية بعيد الأضحى وإحياء سنة إبراهيم الخليل، تعيد نسوة وعجائز إلى كنف العائلة الكبرى هي الجزائر بأبنائها ومسؤوليها، مما تقاسم معهن فرحة المناسبة بدال إبراهيم بأعالي العاصمة.